خبز المارغريت بالزعتر. الخطوة الأولى عندي هون الخميرة، مش راح ضيفها على طول الخبز زي العادة، راح جهز خميرة ولازم تختمر شي ربع لعشرين دقيقة، ربع ساعة لعشرين دقيقة. نوريكم الخطوات. أول شي عندي كمية من الطحين، تقريبا 100 جرام طحين، ملعقة خميرة، ملعقة كبيرة أو ملعقة ونص هي بالضبط، ملعقة كبيرة سكر. نخلط مكونات هذه ونحط عليها 150 مللتر مية، طبعا دافية، الماء دافي مهم جدا. هذه الطريقة هيك يعني راح تزيد للخبز نكهة، خصوصا اليوم على الزعتر الطازج، وراح تشوفوا انه فعلا كتير حلو شكله وكمان الطعم بتاعه. وراح اغطيها وبخليها تختمر ربع ساعة. طبعا انا مجهزة واحدة ثانية راح اوريكم بعد ما تختمر الشكل بتاعها، بس نغطيها. وبخليها هيك تختمر مثل ما قلت لكم ربع ساعة. عندي هون نفس المكونات والطريقة نفسها عملت بها الخميرة اللي الحين وريتها لكم. بعد ما تختمر تعطيني هالنتيجة، فراح نضيفها. راح نحط أول شيء المكونات الجافة عندنا في العجينة هون. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هون كمية من الطحين 400 جرام، فيه الخميرة هذه اللي عملناها من قبل، يعني قبل ربع ساعة تقريبا، يعني حتى لو تبقى أكثر ربع ساعة 20 دقيقة مش مهم، المهم تخمريها قبل ما تضيفيهاش مباشرة للطحين، فمهم تنزلي كل الكمية. ونبدأ نعجن. عندي كمان كمية من المي راح نضيفها شوي شوي، وبعدين نضيف كمان الملح اللي في الوصفة كمان. نضيف المي شوي شوي مع العجن، كمية الملح. أنا مش مكثرة الملحون لأنه عندي الحشوة اللي راح تجي في هذا الخبز، وراح احط فيه ملح، فبحاطه كميه تقريبا شي نصف ملعقه كبيره، يعني وحتى مش الكبيره معبيه، اقل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونواصل العجن مع اضافه الماء الدافئ. الحشوه هاي نوع الزعتر هذا الطازج، بجيب هيك الزعتر طازج وبنطفو، طبعا مش الاوريغانو او شيء، هذا النوع حتى بيجي شويه على مرار، بس كثير طعمه كثير طيب. راح ننقعه في شويه زيت زيتون، هي تقريبا 400 جرام بظن او 300 جرام، عليها اربع ملاعق كبار زيت زيتون. بسم الله. ممكن نحط اكثر، حتى مرات شو اسوي، بنقع حشوه الزعتر يعني نخليها ننقعها في زيت الزيتون، وطبعا نضيف لها شويه ملح. انا ذاكره انه ملح البحر هو هذا اللي يجي خشين، بيعطيها طعم. ليش قلت لكم ما نكثرش في العجينه الملح؟ لانه بحط كميه هون، رشه فلفل اسود. ومرات كمان شو نسوي، بحط كمية أكبر من زيت الزيتون وبنقع فيها الزعتر
وبعدين بس باخذ هذا الزيت زيتون هو بضيفه للعجينه. يعني بستعمل زيت زيتون نقع الزعتر اللي بستعمله للعجينه. راح خليها الزعتر هيك لفتره يتنكه مع زيت الزيتون. وطبعا راح نعجن العجينه هون تنعجن مش اقل من 10 دقائق، يعني ممكن حتى اكثر، بس احنا راح نكتفي ب 10 دقائق وبعدين نكفي الخطوات الثانيه. انا الخبز هون جهز معايا، فراح نشيله من العجانه ونحطه في، نخليه يختمر اول مره. راح احطه يختمر طبعا في، انا دائما بحب هاي الشغله بحط فيها. هنا عندنا الزعتر راهي منقوع مع زيت زيتون والملح وفلفل اسود، وهون راح احط شويه زيت زيتون هيك شويه بس. العجينه لانه فيها الخميره مش البيتة بس اللي جهزناها بوقت قبل، فيمكن بس شويه تلزق معنا وشي عادي. راح نكورها ونحطها تختمر، نحطها في هالزبديه هذه، بس نديلها شويه زيت زيتون وبخليها ترتاح ليتضاعف او تختمر ليتضاعف الحجم تاعها. بعدين نجي ننزلها ونضيف لها الزعتر، وطبعا كمان نشكلها قدامكم ونخبزها. هون الخبز الزعتر اختمر، راح نبدا نشكل فيه. بس ننزل العجينه مثل ما خبرتكم، مش راح اعجنها، واختمرت مليح ما شاء الله. وراح احتاج الصينية، اللي راح نحط لها طحين، ندهن يعني ما نرشهاش، ما تدهن ما يتندهش بالزيت او اي شيء، حاولوا تدهنوها ترشوها بالطحين. ونبدا نضيف الزعتر شوي شوي وندخله في العجينه. هذا هو الزعتر الطازج، بيجي هيك بهالشكل. انتم فاكرين انا نقحته في زيت الزيتون وشويه فلفل اسود وشويه ملح، بس ما فيهاش يعني العجينه فيها كثير. وندخل، انتم شايفين اني ما بعجنهاش، بس نحاول ندخل كميه الزعتر مره ثانيه. بفتح العجينه وبضيف لها الكميه المتبقيه تاع الزعتر. شايفين الزعتر الطريقة كيف انه ندخله شوي شوي. فأنا راح شكل أول شيء اللي هو وسط الوردة، راح نشكل كل الحبات ونحطهم. هاي آخر واحدة ونضبط، حتى لو في الصينية بترجعوا تضبطوا هيك. يبقى لي هذا، راح اعمل شو بسموه الغصن. بنجي نشكل هيك الغصن.
بعمل ورقة كمان، بضيف لها ورقة. راح غطيها وبخليها تختمر، تاخذ تقريبا حسب المكان كمان اللي تحطيها تختمر فيه، تاخذ من 20 ل 30 دقيقه. وبعد ما تختمر بحطها على طول في الفرن. طيب انا راح اغطيها وبحطها تختمر في، لانه عندي المكان هناك فيه الفرن بيشتغلوا هيك، فعندي حر كتير هناك، راح اوديها. خبز المارغريت او على شكل ورده اللي بتحبوها، بزحتر الطازج،